اليوم معنا جاد وفي شيء طيب بلش يتحضر. صباح الخير. هلو. روان. كيفك اليوم؟ منيح منيح. امبارح عملنا برجر على سيزر. صح. من نكهات السيزر سالاد طلعت كثير طيبه. اليوم بعدنا بالساندويتش غير نوع اليوم ساندويتش. اذا بدك ماشيين بنفس الكونسبت رح نعمل كروك مسيو بالبيف فيليه. هلا رح نشوف كيف رح نطبقها، نحن اخذين الفكره وما في شك مغيرينها كلها. رح نبلش فيها ديركت لحتى نستفيد شوي من وقتنا. هون عندنا فيليه شقفه صغيره، انا رح فرجي كيف. هلا انا قبل الهوا عملت وحده لانه بدها بالفرن تقريبا 18 دقيقه. اوكي. بس خلينا نفرجي ستيبس. شو صغيره هالقطعه مصدومه. ما انا جبت وحده. هيدي الطرف نعم. هيدي شقفه بس لنفرجي فيها والباقي طبختها، هلا بتشوفيها كيف. اوكي. اوكي عم نربطها. دائما التربيط. اوكي دائما الناس بيستصعبوا التربيط، ليكي شو بسيطه. هلا بتقولي لي انا معود. اوكي بس تعرف التكنيك بتصير كثير هينه. مثل اللي بده يربط عقدة الخيط وابره، في ناس ما بيعرفوا مثلا، بتعرف انت تربط عقده؟ انه باخذ وقت. اوكي هون نحن اذا بتلاحظي قد ايه سريعه قصتها. ليه بنربطها؟ بنربطها لنحافظ على الفورم تبعها، لانه بس تطبخيها بلا تربيط بتفلش. هون حطينا اوكي مقلايه، حبتين ثوم لننكه شوي، كم ورقه غار. نحن هون شو بدنا نعطيها بس لون؟ هون بدنا نعطيها لون ونحطها بالفرن. اوكي بالفرن هيك ما بنغطيها ما بنحط لها مارينات ماشي. ما بحاجه لان قطعه صغيره بربع ساعه او ب 12 دقيقه بتستوي. هلا هون بس نقول بتستوي يعني بتطلع ميديوم ويل هون. طيب خلينا نشيل شوبينج بورد اللي اشتغلنا عليها اللحمه. سو لما نقول كروك مسيو من دغري بنفكر بالجبنه والجامبون. مزبوط. بس نقول كروك البانجمي. صح. هلا نحن هون شو عاملين؟ اخذين باجيت قصينه بالنص. اوكي بنفس الوقت انا رح اعمل معها مشروم صوص، رح مشي معها المشروم صوص لانه بتاخذ وقت شوي. شو رح نعمل؟ رح ناخد بصلة صغيرة رح بلش أفرم المشروم. الصوص رح تكون من برا؟ الصوص رح تكون عليها للساندويتش. هلا رح أوكي. رح تشوفيها كيف رح تتقدم بالصحن وكل الصوص رح تنزل عليها. سو الفيليه عم تتقلى ومنكفي الاستواء بالفرن. بدها ترجع نبردها ولا لا للحمه؟ مش مبرده، نتركها اذا بدك روم تمبرتشر. اوكي يعني هلا انا رح شيلها، رح فرجي القطعه اللي خلصتها قبل الهواء. ناطرين بس شوي البصل اللي تنطبخ، ما كتير بدي اطبخها. كمان ورقة غار. خليني بلش حط المشروم، ما بدي كتير البصل تاخد لون. يلا بروحوا كلهم لانه هلا تقريبا رح الفوليوم تبع المشروم ينزل. اوكي لكن مشروم خلصنا. اوكي هلا اللي رح نعمله عندنا الخبز. حنبلش نعمل المونتاج ديركت، رح تشوفي قد المونتاج بسيط. يلا. لان هي فيها مرحلتين. بدها تفوت على الفرن هي؟ رح تفوت الخبزه بلا اللحمه على الفرن، الخبزه والزبده والغراض اللي عليها على الفرن مع الجبنة. صح؟ وبس تظهر بتكون الفيليه استويت رح نقصها ونحطها عليها. نحطها على الوجه، اوكي. ليكي الاساسي هذا يصير باللحمه. ايه 100%.
بهالوقت خلينا ناخد وقتنا بطبخ المشروم حتى يعطي كل النكهة. بس نزيد الزيت منزيده مش على المشروم، بنوسع له شوية بنحطه بالنص. أوكي. اللي رح نعمله رح ناخد الخبز، أنا قصه إذا بتلاحظي من تحت رقيق ما بدي إياها. أوكي. يعني مخلى البارتي الفوقانية لأنه بتطلع كتير قاسي هيك إذا بدنا نستعمل هديك البارتي. صح. أوكي. فالأول ما في شك بنستعملهم لمية شغلة غيرها. لبنة وزيتون. أيوة. هون عندنا زبدة روم تمبرتشر. أوكي نقدر ندهنها يعني. هاي ذكرتني من هذيك الجمعة عملت garlic bread. شو بتاخد زبدة هالgarlic bread يا زاد؟ بس إنه هي في أطيب منها. واو أكلة. والطيب طيب مع شي سوب هيك اللي هي مظبوطة بالطيب. هلا هي انتبه بتمشي باثنين. مع جبنة مش بلا جبنة. فيها تكون هي لحالها. فيها تكون هي ستارتر لحالها. ورشة أوريجانو عرفت؟ بس ايه فيها كالوريز هيدي الاكل. انه بس انه يعني مش حلو واحد يعمل هيك روستات يخفف جبنه ويخفف زبده. ما يعملها نهائيا. اكيد. اوكي. هلا هون اذا بتلاحظي قلعت القلية على نار قوية ورجعت بس حمية الطنجرة وحمي المشروم خففت لها شوي. اوكي. عندنا رح ناخد كمان ملعقة موتار ديجون، ما بدي كتير كتير اذا بتلاحظي. هلا بنرجع ندهن لانه طعمته حد شوي. ايه قويه وما في شك هو كتير طيب بالاخص هلا مع الفيليه. رانيا شمت ريحه اللحمه بفتكر رح تجي على التيستينج بفتكر. اوكي دهنا شوي. حلو. لكن زبده خلصنا، موتارد خلصنا، لحمة خلصنا. لحمة يلا ها. اوكي هلا لكن الفيليه خلصت رح ندخلها على الفرن بين 12 وال 15 دقيقة حسب حجم الفيليه. هلا انا عملتها اذا بتعطينا اياها بس لنشوفها. يلا. عملتها قبل الهواء لانه ما عندنا هال 15 دقيقة اذا بدك لنقدر نشوفها. أوكي. ليش؟ لانه من بعد ما تظهر نريحها كمان شوي. هيدا الاساس. من بعد ما تظهر بدك تريحيها مينيموم 20 دقيقة ربع ساعة لانه في حال ظهرت دغري قصيناها رح تنزل كل المي منها وكل الليكيد الطعم الطيبة. أوكي. هون هلا مرتاحة حررتها روم تمبرتشر، هلا رح نتركها للاخر رح نشوفها كيف رح نستعملها. اوكي. رح نعمل شغله نزيدها شوي بس لننكه شوي كمان. رح نحط شوية دراي توميتوز على الخبزة. هول على الخبزة رح يجوا. المشروم صار تقريبا مستوي على الاخر بعد بده دقيقتين يمكن. خليهم هون رح نعوزهم. ناخذ شويه سيبولات. هلا شو رح نعمل؟ رح نحط سيبولات، رح نحط الجبنة، رح نفوتها على الفرن. عم نحكي عن ما بعرف يمكن دقيقتين ماكسيموم او دقيقتين وشوي. فرن حامي عندنا فرن هون 190.
طيبة هيك لحالها. السيبولات والبندوره رح نتركهم على التشوبينج بورد، رح نرجع نستعملهم بالبرزنتيشن. هلا اللي رح نعمله رح ناخذ هالجبنه، يلا بنحط الجبنه نيجي منطبق اوكي الصوص. هون انا اخذ جبنه بروفولون هي الاساس، بنعمل جروير. نحن اخذين جبنه بروفولون هيك هيك الروسات كلها قلبينا. جبنة بدنا نكتر، بس بتعرفي شغلة؟ لا بدي احط بدي احط بارميزان، بدي احطهم قبل لانه قبل تيلزقوا. مزبوط. تخيلي هلا بس تطلع من الفرن سلايسز بيف فيليه عليها والمشروم صوص اللي رح نعملها سميكه كمان نحط عليها وين؟ بقلب الصحن. هلا رح تشوفي كيف، لكن رح شوف مني رايحه محل. ناطرة قليلة. رح نكتر جبنة. نجرب نكسرها شوي تا تصير. غير انه تصير لانه بس تفوت على الفرن ما تقشط، يعني تقشط على الساندويتش. تحكي المشروم. المشروم صار مشروم هلا كانت بس بصله ومشروم لحديت هلا ملحنا بهارنا اليوم بعد ما حطينا شيء. عندنا دومي جلاس جاهزه اللي هي كل النكهه فيها هون، فينا نحن نعملها، فينا اكيد نروح على بودره، فينا نروح على كوبيت مرقه مثلا، على مرقه بس بدنا يعني نغليها نعملها ريدكشن لحتى تصير سميكه وتكون طعمتها كمان، وبنحط كميه مي قليله مع كميه ايه. هلا انتبهي انت بس تشتري البودره البرسنتج الكيوب، يعني قصدي البرسنتج تبع المي مكتوبه على علبه بتكون ايه. بتعرفي شو بقي؟ تو سلايسز رح احطهم، مش محرزين يعني حطهم، ما حدا بيقول لا بتوافقي على الشيء. لكن خلينا نمسح شوية الطاوله. هلا رح ندخل على الفرن دقيقتين، سو بندخلها بلا اللحمه. نونو اللحمه ما بقى رح تفوت على الفرن لانه اللحمه اعطيناها الكويسون اللي نحن بدنا اياه. هلا خلص رح تكون تياد، بس الصوص والخبزه رح يكونوا سخنين، رح يرجعوا يسخنوها. اوكي الصوص رح ناخذ فوتها على الفرن. يلا قد ايه بعد عندنا وقت؟ خلي عنك اذا بدك. يلا لكن الفيليه جاهزه، اللحمه اوريدي طبخناها، الخبز حطينا، الزبده حطينا، الموتارد حطينا، دراي توميتو، سيبولات، بروفولون وبارميزان. ما بدها كثير وقت نونو عم نحكي، يمكن ما رح تتخطى الدقيقتين برايي، يعني تدوب نونو. بدنا تدوب هيك شوي وتاخذ بعض على الخبز. افضل نحطها على الجريل بس الخبزه؟ ايه نو بدنا ما بنخاف انه تقرقش كثير. لا 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 عم نحكي عن وقت كثير قليل. اوكي وقت كثير قليل. هلا انا شو رح اعمل؟ خليني اخلص الصوص حتى بس تطلع الخبزة، ما يكون عندنا شيء غير نقص اللحمة نحط عليها. أنا هون بس بدي أرجع سخنها. هون عم نعمل المشروم صوص بدها تطلع ثانية بس عم سخنها أنا، لا أقدر أنزلها كلها بقلبها حتى عوج الساندويتش. اوكي اخدها هلا بتقولي لي سميكه مزبوط بقول لك صح هيدا المطلوب، لانه هلا بتشوفي بالبرزنتيشن شو رح نعمل، رح نحط الساندويتش مع اللحمه عليها بقلب صحن غميق اللي هو وراك الازرق. اوكي ورح ناخذ ملعقتين صوص حلوين محرزين نحطهم عليها، لكن لايكي الصوص. رح ننزل البصل المعلق، المشروم المعلق، ليك لونه ليك اللمعية. رح ناخد فريش كريم، عم نحكي عن تقريبا 3 ملاعق. ب
بطرف الملعقه حطينا يمكن ما بيطلعوا 10 جرام. اوه يلا بعد يمكن بدها نص دقيقه. انا رح ذوق الصوص. عم بتفرج. الصوص ما بدها شيء. بهار اسود هيك طيب عليها. توس يا ريت بترجع بتفرجينا الشباب، بدي اقول شغله. طفيت انا. بدي اقول لهم يعطيهم الف عافيه، لابسين ماسكات كل النهار. عن جد مش هين الواحد يشتغل لابس ماسك، انا بعرف انه في كثير اشخاص عم تشتغلوا وعم تلبسوا ماسكات وبحب بس اقول انه عن جد لازم نقدر هالشيء لانه شغله كثير صعبه. ف ثانك يو انه عم تاخذوا هالاجراءات معنا، واذا بتلاحظوا انه انا وجاد كمان عم نجرب قد ما نقدر ما نقرب على بعض. قدر المستطاع يعني. طيب شو رح اعمل انا؟ رح اخذ هون ما بحاجه ابدا نعطي لون للجبنه لانه بالنهايه رح تتغطى. واو شو حلو. ليكو شو عندنا؟ ما اعطيناها لون لانه نو نيد يعني لا ما رح تفيدنا بشيء. هون كان فينا نتركها بعد شويه وقت لتاخذ لون، بس ما بحاجه لانه كلها رح تتغطى. فيري نايس. طيب اللي رح نعمله؟ رح نبلش نقص اللحمة. لك شو حلوة. بتعرفي شو رح أعمل؟ رح أحط الخبزة ديركت بالصحن ونصف عليها اللحمة ونشتغل عليها تما نحط ايه. ونرجع نشيلها ترجع توقع. اوكي بعد قد ايه بس لنخلص تبقى الصينية كثير ايه سخنة؟ عرفت. رح ناخذ هاي نشتغل بوحدة هلا؟ يلا بعدين بنكفي البقية. ايه بس بتشيلي لي هلا شيل الصينية. اوكي رح اخذ الصينية نشيلها بهالشكل. سو هون بنرجع بنذكر على الخبزة في لحسة زبدة، لحسة ماسترد، جانا حطينا فرمة سيبولات، بندورة مجففة. ليك لونها. رشينا كم قطعة منها. رجعنا حطينا الجبنة وفوتناها على الفرن. بنفس الوقت انطبخت اللحمة فيليه، قليناها شوي بالمقلاية لتاخذ لون وكفت استوى بالفرن. بشرفك ليك. بتجنن. واو. بتعرفي الأساسي فيها شغلتين، الوقت حرارة عالية والوقت المعين، بنفس الوقت التريح، لأنه أنا لو أخذتها كثير أساسي لو أخذتها ديركت من الفرن عم نقول ريحناها دقيقة رح تنزل كل هالدم أكيد والليكيد اللي بقلبها بتجنن. سو هون اللحمة أكيد ما بدنا نسقعها بالبراد. نو 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 أبداً، نتركها ترتاح برا نريحها برا ونرجع نقطعها مثل ما عمل جاد. روعة. هيك رح أفرم هاي تنستفيد نقدر نطلع ثلاثة. حلو. برميها شوي هيك للصحن اللي يشوفوه المشاهدين من تاني ميلي وبتقربي لي اعملي معروف. ما بس تبرمي لي تعطيني تاني صحن. فوالا ليكي لون اللحمة والتكستور تبعها قديش من جوا حلوة كثير حلوة. هلا هلا وين الحلو؟ الحلو بس تحطي كل هالمشروم صوص وتوقع على الصحن وترجعي تاخديها بالشوكه والسكينه. واو. تقصيها وتغطيها بكل هالصوص. ماشي كومبليت. يلا بعد وحده. شو بها رانيا؟ شو بها؟ شو بها مول؟ لعبتو عزوزه. تينا تعطيني بس اخر صحن تينا؟ هيك ما بقى توشوشي لانه الكل عم يسمعك هلا. اه والله. بس تعطيني اخر صحن؟ تحضريني تتصيري باللايف واعملي. انت عم تعملي لايف هلا؟ عم جرب. على الانستا؟ ايه بفتح يعني؟ ايه نعم. بحضرك؟ ايه نعم اجل. ايه و تقول لك بليز كوني معي باللايف. يلا يلا افتحي اللايف. انا صرت جوا. بليز اقبليني باللايف. انا صرت جوا. ليك شو رح نعمل؟ تينا ما بينت. ولا رح اخذ وصل لك؟ ايه نعم قاعد
هلو هلو يا حلوين. بس لحظة، ليه عمل الكاميرا علي؟ لحظة لحظة. هاي إلي. رح أعمل شغلة. شباب كلهم لابسين ماسكات وليكوا كلنا شو بعاد عن بعض. جاد عيونه واو واو واو. عم توقع بس ما عندي مشكلة، أنا بدي بس اكبسها لتوقف. رح اخد هالصوص. خلصت الصوص مش هيك؟ الصوص خلص يعني، صار فينا هلا نزيدها او نرجع على التيستينج؟ شو وقتنا شباب؟ بدي احط ملح ديركت على اللحمه. تعال نحط الصوص لما نرجع. منحط يلا. ها بس نشوف هيك كيف رح هاي اللحظه اللي ناطرينها. بلاك بابر فريش عليهم ديركت للحمه وملح. يامي. ما بدنا غير الصوص اللي عم تقولي عنه. رح نروح يمكن يلا. بريك هلا ناخذ بريك وبنرجع على التيستينج. يعني شيء كثير طيب اليوم. طب مدام رانيا، انت اكيد كنت عم تراقبي ستيب باي ستيب. شفتك قد ايه كنت مركزه على الاكل. كثير عن جد. عم باخذ بوزات تصوير انا هيك. بس انا بركز على التيستينج، انت بتكون هلا اهم شيء تركزي على الطعم. وصلنا هلا لا وصلنا لاخر نقطه. هلا انا زعبرت ودقت اللحمه لحالها شيء رائع. عم بتفرجي شو عم بيصير؟ عم بيصير فاجعه. فاجعة مطبخية. واو يا ولدي. اوكي جاس هلا هيدا جربل. هلا الحلو الحلو وين؟ انه كل هالخبز رح تشرب كل هالصوص اللي بالكعب. لا اذا لحقت تشرب جد. بس عندك كانه ستيك ساندويتش يعني. اذا بدك اخذين لاني كنت مش معنا رح نخبرك. حطيت حالي بالصف فجاه. رح نخبرك انه هري لبرا نقليني. اخذنا كونسبت دوري الكروك مسيو وعملناه بهالشكل مع فيليه، يعني المطارد مع الزبده مع الخبزه مع الجبنه. شلنا شلنا الجامبون حطينا الفيليه. اوكي يعني ستيك ساندويتش صار اللي بدك اياه. اوكي ما زالك هيك. شفت انك انت مركزه اذا مبسوطه بهالاسم. مش مزبوط اني. طيب خلص شو بس هلا الصوص بتلعب دور يعني هون. الصوص هي كلها. بتقلي شيف شربل بيسلم عليك وبقول لك اميزينج. نحن محظوظين فيكم. شو بدي اقول؟ اليوم اكلي غير شكل وكل شيء. على كل حال بيقدروا يشوفوها كل الناس اونلاين بعد شوي. واو شو هيدا شو هيدا. اوكي بيوتيفول. ما بقى بدها غير شوكي وسكينه. هلا شوكي وسكين. انا بقول نرجع لبعد البريك. انا هيك فكره لانه مش فين. ممكن نقدر ناكل. جريمه جريمه كثير منيح. ميرسي توني كلك حبيبي. جاد روعه. انا رح سكر. انا رح اكل لقمه صغيره. اي لاف يو اول. تالكل يقدر يذوق معنا اليوم. ثانك يو سو ماتش. وصفه بتجنن. ورجعوا احضروها على اليوتيوب، على الابلكيشن، على الفيسبوك، او هلا على اللايف تبع رانيا كمان. بيعطيني الصحة لترجعوا تعملوها. ما بدها شوكي سكينة. نعم صحتين. بون ابيتي رانيا. رح ناخذ وقفة كيف هيدي ورجعين.